في الحقيقة لما بنتكلم على 31 مايو بنتكلم عن ذكرى غالية على قلوب كل المصريين، ذكرى توجد فيها الإذاعة المصرية. كل سنة وكل الإعلاميين المصريين بخير. النهاردة عيد الإعلاميين اللي بيوافق ذكرى انطلاق الإذاعة المصرية العريقة، ومعها الجملة الشهيرة والخالدة: هنا القاهرة. هنا القاهرة اللي انطلقت بصوت المذيع القدير أحمد سالم، وتلاها بعد كده أو كانت الافتتاح للإذاعة المصرية بآيات من الذكر الحكيم لمولانا الشيخ محمد رفعت، ثم انطلقت أغاني أم كلثوم. يوم 31 مايو عام 1934 هو يوم بيسجل في التاريخ، يوم يعني يتوج مسيرة رحلة عظيمة من العمل الإعلامي المهني المتميز، وتاريخ مهم مليء بالنقاط المضيئة للإذاعة المصرية وأيضا الإعلام المصري، أحد أهم أدوات القوة الناعمة في مصر وصاحب الحضور القوي، الحضور المتميز في كل الأحداث سواء كانت العربية سواء كانت أيضا الإفريقية الدولية. والحقيقة إن الإعلام المصري كان محظوظ بجيل من الرواد والعمالقة اللي صنعوا إعلام مهني صادق وقريب من المواطن، وكان بمثابة نبض الشارع حقيقة لكل ما يحدث على أرض مصر. عشان كده كان ليهم دور كبير جدا في إن مسبيرو يكون ألعى للإعلام في مصر وفي الوطن العربي. كمان الحقيقة إن طول عمر مسبيرو مليء بالكفاءات، مليء بالرموز الإعلامية اللي قدمت رسالة جادة بتشكل وجدان وفكر المواطن، مش بس المواطن المصري لا المواطن العربي زي ما قلت لحضراتكم. وطول عمر مسبيرو يعني بيصدر الكفاءات علشان تكون أعمدة رئيسية في كبرى القنوات العربية والقنوات الخاصة. وطبعا في يوم زي ده مش ممكن أبدا ننسى الأعمال العظيمة، الأعمال اللي شكلت وجدان كل المواطنين في مصر وكانت بتقدم زمان، زي بنتكلم على برامج كتيرة قوي، بنتكلم على برنامج عالناصية، برنامج كلمتين وبس للفنان فؤاد المهندس، وبرنامج إلى رباط البيوت، أشهر برامج المرأة في الإذاعة، وكمان بنتكلم على برنامج للدكتورة هاجر سعد الدين اللي يمكن أنا شخصيا يعني اللي تربيت على صوت إذاعة القرآن الكريم في البيت، وعلى برنامج رأي الفقه تحديدا أو رأي الدين. وكان يعني في الحقيقة الإذاعة المصرية بتشكل بمثابة حاجة أساسية وركن أساسي ببرامجها الكتيرة المتنوعة زي العالم يغني، الكاميرا في الملعب، دي كمان كانت من البرامج الإذاعية البرامج التلفزيونية اللي كانت عفوا موجودة، وكمان كان نادي السينما ويا تلفزيون يا، يمكن عندنا يعني مسيرة من العطاء التي لا تنضب أبدا حتى وقتنا هذا. وطول عمر مسبيرو وطول عمر الإعلام المصري هو إعلام رائد، إعلام قادر على العطاء، قادر على أنه يكون قوة ناعمة حقيقية موجودة لمصر في الداخل وفي الخارج ويشكل وجدان المجتمعات. عشان كده احنا النهاردة سؤالنا في الحلقة زي ما احنا متعودين، وبنعرض سؤال ونشوف إجابات حضراتكم عليه: إيه البرنامج اللي ارتبط أو البرامج اللي ارتبطت فيها في الراديو أو التلفزيون زمان؟ بنصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر، وصباح الخير على كل إعلاميين مصر والوطن العربي.